حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال اخبرني عروه ان عائشه اخبرته ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج ذات ليله من جوف الليل فصلى في المسجد فصلى رجال بصلاته فاصبح الناس فتحدثوا فاجتمع اكثر منهم فصلوا معه فاصبح الناس فتحدثوا فكثر اهل المسجد من الليله الثالثه فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلوا بصلاته فلما كانت الليله الرابعه عجز المسجد عن اهله حتى خرج لصلاه الصبح فلما قضى الفجر اقبل على الناس فتشهد ثم قال اما بعد فانه لم يخف علي مكانكم لكني خشيت ان تفرض عليكم فتعجزوا عنها تابعه يونس